السلام، مرحبا بكم في هذا البيتي فلوك اللي راح تكونوا معايا انا كطالبه جامعيه في سنتي الاخيره ماستر دو ميكروبيولوجي باب زوار. راح نوريكم معاناتي في باب زوار واجمل لحظاتي في باب زوار. نبداو، تابعوا معايا. الوغ نوسي، كل واحد راه داخل يقرا في الجامعه تاع باب زوار يشري باسكت ويكسر رجليه، باسكو عندك يا خويا ويا اختي ما راكو رايحين تمشوا. الحاجه اللي عانيت منها مده 5 سنين هي المشي في الطحاطح تاع باب زوار. باش ديبلاسي برك من نون في لا فاكولتي، من لا فاكولتي لا بيبليوتيك، من لا بيبليوتيك للباركينغ، من الباركينغ لا كلاس، ولا من لا كلاس لي بيفيت، فريمون عندك ما تمشي. مي حاجه وحده اخرى، لا فاك تاع باب زوار تتميز بالمناظر الطبيعيه تقدروا تقولوا، فيها لو لاك كي تري تري بو، فيه هذوك لي زوازو لي كانار، فريمون سي مانيفيك. عندكم تاني شجر تاع باب زوار سورتو وين لي بيفيت، جادور، كاين توتو مالح. هاد لي زوندوا وهاد لي مومون جو بونس با كو جو في لي اوبليي، راح يقعدوا لي في راسي. فريمون سي تقدروا تقولوا اجمل لحظات تاع باب زوار واجمل ذكريات اللي راح يبقاو لي في المستقبل ان شاء الله. Et puis la partie préférée d'Yali في الذكريات تاع باب زوار هي ذكريات الاكل. جادور. كما راكم تشوفوا هنا سي لا كافيتيريا تاع باب زوار، لا كافيتيريا تاع اون بوفيت في لا فاك. فريمون لامبيونس هاد لا كافيتيريا، توجور نشرب عندو قهوه. قهوه انا سورتو ما نشربهاش، نشربها غير كي يكون عندي ان اكزامان فريمون باش نفطن. سينو لي بلا ولا بيتزا ولا لي ساندويتش ولا والله العظيم كل حاجه بينه شغل الحق. كاع لي بوفيت يخدموا بخابخ، يخدموا بيان، ناكلو ديجا انصامبل مع لي زامي. هاد لي مومون فريمون ما راحش ننساهم. ميم هادوك لي يخدمو في لي بيفات يخدمو ماكله بنينه، ماكله نقيه، اي سون جونتي، يرحبوا بينا كسوا داخل لا فاك ولا هادوك لي جايين اون فاس لا فاك. فريمون جو لي سالو و فريمون والله الناس عزاز عليا. كي نروح لا فاك ديجا دي فوا نروح ديريكتومون نقول لهم واش راكم سافا، وما يعرفونا بالواحد، فريمون يعرفونا بالواحد ويتهلاو فينا كامل، وكلينا عندهم بريس كامل 5 ans ويعطيهم الصحه كامل. وما تنساوش اللي راح يقرا في باب زوار يروح ياكل في باب زوار بيان سور، باسكو حيجيو 5 ans اوتوماتيكمون، دونك راح يدخل كلش. Et puis après ما تكونوا عمرتوا كرشكم وطلعتوا لينيرجي تجي تخباش، ما خليناش بلاصتها ما قريناش فيها، قرينا في الارض، قرينا في لي طابل، قرينا في لي سال، قرينا في الشتاء، قرينا في البرد، قرينا في الباركينغ، قرينا في الطوموبيل. شوفوا باب زوار تولي تقرا، enfin ماشي غير باب زوار، الناس كاع اللي تقرا دونك تولي تقرا في كاع لي كونديسيون. دونك parmi les choses اللي نحبهم بزاف هما لا بيبليوتيك، جو بونس با راح نزيد ندخل لا بيبليوتيك. صورت هاد لا فيديو اي جو بونس سي لا ديرنيير فوا نروح لا بيبليوتيك. لا بيبليوتيك سي ان اندوا تري مانيفيك باسكو سي تري تري كالم، فيها شويه لا بوسيير، الناس اللي عندهم حساسيه مي الي بيان، هي شويه مغمومه بصح الي بيان، الي كالم. لي زاجون يعطيهم الصحه واقفين على الكالم. كاين لي ليفر، كاين كاع واش تحبوا دونك واش تسحقوا، تو تيب دو ليفر كاين. دونك عندكم لي طابل، il y a assez table ou même malgré qu'il y a assez table des fois والله ما يكفو، des fois والله ما تلقاو كرسي، مي اليوم سا فا. كاين لي طابل الكبار لي غران طابل دونك كيما راكم تشوفوا فيهم سور ما دروات، هادو ما سي دي غران طابل بور لي غروب. عندنا هادي الطلعه طلعكم الفوقا، كاين لي طابل انديفيديوال سور لا غوش دونك تشوفهم سور ما غوش. كاين لي طابل بور لي بي سي، فوالا هاد لي طابل سي انديفيديوال، وكاين لي طابل بور لي بي سي. انا هنا راني قاعده في لي طابل انديفيديوال، كيما راكو تشوفو كل واحد لاتي بروحو كل واحد يقرا. فوالا دونك parmi les moments لي ما ننساهمش هما لي جورني لي كنت نجوزهم من 8 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه ولا 4 تاع العشيه وانا نقرا وانا نخبش جوستمون بور لي زيكزام بور افوار دو بون نوت باش ناميليوري. وهكذاك والله ما كنت نطلع على سواد سعدي باسكو لا فاك تاع باب زوار سمحوا لي، مي لي نوت سي ان بو. خليكم تشوفوا هاد لا بيت فيديو ويحوزوك من لا بيبليوتيك بطريقه سلميه، واحد هاري غير طفوا لك الضو يقول لك هاي برا. Donc voilà, parmi les moments les saraouli,
ولا اللي تراونا سي كو واحد النهار كنا نقراو في لافاك وكنا فريمون عندنا دي زيكزام كانت لا بريسيون اي بي باش ما يقولوناش خرجوا سي بون سي لور باش ما يحاوزوناش واش دايرو نطفا ونضو قالوا لنا سي بون راح تريسيتي اي بي شوفوا غير هبطنا لقينا تريسيتي حتى وكان مازال ما لحقش الوقت كانت واقيلا ثلاثه كان مازال ما لحقتش الربعه دونك جاني الضحك قلت لهم هذيك يحبوا يحاوزونا بطريقه سلميه وواحد هذه فوالا كيما كنت تشوفوا في لا بيبليوتيك شباب بزاف ولي زاجون فريمون واقفين على لا بيبليوتيك والحاجة الصامتة اللي مكارو هاكي راح تقرا سي كو باش تدخل تقرا على 8 تلحق على 9 جوست باسكو سيركيلاسيون في الدخلة دي فوا ميم با ما تلقاش كيفاش تستاسيوني ولا كيفاش تدخل فريمون سي هادي كانت اخر ذكرياتي مع الكوز اخر مره ركبت فيها الكوز قلت اليوم راح نصور الكوز باسكو سي لا ديرنيير فوا جو بونس راح نركب الكوز ها vraiment le cous ma حكايه سبيسيال le cous جوست ما برسك 3 سنين ولا 4 سنين ابري جي اشتي اون فواطور الحمد لله مي افون جوست دي جورني vraiment بزاف 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 مع le cous عندكم شوفوا تنوضوا صباح بكري تستناو le cous كو سوا شتا كو سوا البرد كو سوا سخانه كو سوا بون في كاع لي كونديسيون دي فوا le cous vraiment يهرب عليك تروح تجري لي مومون لي منساهمش دي فوا الكوسي هرب عليك طرح في البوس دي فوا الكوسي هرب عليك وما تلحقش بالتي دي ولا بالتي بي وضع في حوزك دي فوا الكوس يطول طريق مسيو الشوفور يطول طريق يراح في دي طريق طرقان واحد اخرين وبعد يلحق الكروطة وبعد تحصل في الاكزاما غيمو الكوس مع حكايات وروايات بلا ما نساو القلق والستريس كو سوا ندوزو لي زيكزام اون ديريكت فريمون نهار كامل نلعب برجليه باسكو نتقلق من الستريس تاعي كي نبوجيهم ولا ميم كي ندوزو دي زيكزام اون لين فريمون سا مو ستريس انورميمون هادي الحاجه الوحيده اللي نفرح كي نتهنى بلا فاك باسكو تهنيت من الستريس وباش نحو ضيقة الخاطر ونحو غمة لي زيكزام ونحو التقلق اللي كنا فيه ولا بريسيون نحو نضربو فيها تحويسة وكسوسوا هنا برك في أخديس قدامنا قدام لافاك ولا سونتر كوميرسيال ولا نروحو نضربو دورة في الجرف ولا جو لي زونفيغون ما نروحوش بعيد افيك لي زامي شوية كاوكاو شوية أتاي شوية بحر سافا فريمون سولاجي ولا سي دي مومون إنوبليابل جو سي بيان كو راح نتوحشهم مالغري كي نكونو نقراو نحبو فريمون نكملو مي اون فوا نكملو نولو نتفكرو نولو مارش اغيغ نولو نتفكرو ليامات الشابين لي دوزناهم ليامات الحلوين ليامات صعاب ليامات الفرحة ليامات الستريس دونك فريمون شاك مومون دوزناه في هاد لافاك نبقى لي غير نقولكم ان شاء الله نتوما تاني تكونو استمتعتو بهاد لو بيتي فلوك نتوما تاني ان شاء الله تنجحوا في قرايتكم نتوما تاني الا راكو تشوفوا فيها دي زانفون ان شاء الله تكبروا تلحقوا لافاك وتقراو تاني وتخرجوا وتحققوا الحلم نتاعكم ولا كنتو جدد راح تدخلوا لهاد لافاك مرحبا بكم مانيش نخوف فيكم متتبعين قناتي الا عجبكم هاد الفلوغ خلوا لي ان كومونتير او ريفوار